حلقتنا لليوم، ويعني مكملين وكل الحديث اليوم عن المنتخب. السوريين دائما بيجتمعوا على قلب رجل واحد بالأفراح والأحزان، واليوم شعارهم حلم واحد قلب واحد شعب واحد. واليوم ميسان الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بأستراليا قاموا بالتحضيرات اللازمة لاستقبال المنتخب السوري، لنتعرف أكثر على أهم النشاطات اللي عم يقوموا فيها والدعم المقدم. بصيرنا أن نرحب عبر الهاتف من أستراليا صافي عيوش، رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع أستراليا. صباح الخير صافي. صباح النور، أهلا وسهلا ورحمة لأرواح شهدائنا الأبرار. صباح الخير لك صافي. صافي يعني ونحن امبارح عم ننسق معك، كنت بمؤتمر ماليزيا لتشجيع المنتخب السوري بلعبته اليوم، خبرنا شو أهم المحاور يلي تم تداولها بهذا المؤتمر. طبعا أهم المحاور قال الكابتن أيمن الحكيم إنه إن شاء الله إني مصرين على الفوز وحيحاولوا يكفوا الطريق للنهاية. هي يعني هي من أهم النقاط. الشيء الثاني هو الأهم إنه حيحاولوا إنه ثقته كثير كبيرة باللاعبين وحيقدموا صورة مشرفة عن الكرة السورية، وطبعا لعبوا بظروف إني أصعب التصفيات واعتادوا على التأقلم مع الغيابات اللي خاصة بتعرفي نحن عنا غيابات مؤثرة بخط الدفاع، بس ثقته أكيد أكيد كبيرة وكلنا ثقتنا كبيرة كثير باللاعبين اللي حيسدوا هذا الفراغ وتحقيق نتيجة إيجابية. وذكر عن الأفضلية المنتخب الأسترالي قياسا إنه بتاريخه بالمبارياته بالملحق وبلغه للمونديال أكثر من مرة، بس بنفس الوقت قال انه المنتخب الاسترالي هو منتخب كبير نجح بالتاهل سابقا، الا المنتخب السوري واجه منتخبات كبيره وقويه بالقاره الاسيويه وخاصه مباراه ايران الاخيره يلي على مستوى الراي العام والفني المنتخب الايراني اقوى من المنتخب الاسترالي، فالمنتخب السوري نسون قاسيون حسب قوله لا يخشى احدا في القاره ويحترم الخصم، وبالنهايه المباراه الفوز الافضل سيكون الرابح بنهايه المباراه. هي الأهم العناوين. في طبعا الكابتن محمد زاهر الميداني كمان قال انه نجحنا بتحقيق انجاز التاهل للملحق الاسيوي ووصولنا الى هنا عن جداره، سنكمله غدا امام منتخب استراليا، عفوا اليوم يعني سنكمله اليوم امام منتخب استراليا بثقه واصرار وعزيمه. فهي تقريبا الشيء الاساسي اللي حكوه بالمؤتمر. صافي، كيف عم تكون التحضيرات لاستقبال منتخبنا وشو التسهيلات اللي عم تقدموها للمشجعين كمان؟ تمام. هلا حاليا هون انا بوجه تحيه كثير كبيره لدكتور مسني رئيس الاتحاد الطلبي بماليزيا لانه عم يشتغل شغل جبار مع السفاره السوريه هون. حاليا هلا عم نتواصل معه من الصبح، انا بملكه هو بكوالالمبور، حاليا في اكثر من باص باشراف السفاره حيكون متجه من كوالالمبور، عم نحكي تقريبا شي 9 باصات، يعني عم نحكي فوق ال 2000 شخص يمكن جايين من كوالالمبور هلا حاليا ليدعموا المنتخب بالملعب. فهني هلا على الطريق لانه في 2 ساعة تقريبا مسافه بين كوالالمبور وملكه. هون انا هلا حاليا بالفندق وعم بطلع الجمهور السوري تحت باعداد كبيره، ناسين كنزات الحمل لنسوق قاسيون ناطرينهم ليشجعون قبل ما يروحوا على المباراه. وحاليا هون التحضيرات في ماليزيا مشان مباراه اليوم. اما في استراليا فنحن طبعا نحن بلشنا اول شيء عن طريق انشاء صفحه على الفيسبوك اسمها Syrian Supporters in Australia. هي الصفحه عباره عن مثل صفحه لتساعد المشجع السوري يلي بده يشجع منتخب سوريا، كيفيه شراء البطاقات عن طريق وين، عملنا مثل خريطه بالملعب وين لازم نكون كلنا قاعدين، طلبنا منهم يلبسوا اللون الابيض، حيكون في علم طوله 50 متر في الملعب، وبنفس الوقت حيكون في استقبال كثير كثير كبير. هلا حاليا قبل ما احكي معك الخمسه كنت عم بحكي مع زميلتنا بالهيئه الاداريه هناك، عم نحضر مع وتنسيق مع الاتحاد الاسترالي انه يمكن يكون في اكثر من 1000 شخص 1500 شخص بالمطار لاستقبال نسوق قاسيون ان شاء الله بكره، لانه بيوصلوني مساء يوم الجمعه ان شاء الله الى مطار سيدني. طيب صافي، ليش طلبتوا من المشجعين ارتداء اللون الابيض؟ شو السبب؟ تمام. هلا نحن اولا اللون الابيض هو لون الاياب، كنزه الاياب للمنتخب السوري، اللون الثاني للمنتخب السوري بالسوا بالعاده بمباريات الاياب. الشيء الثاني هو الاهم، نحن عم نحاول كجاليه السوريه و الجالية السورية والشباب الطلبة يلي بسوريا انه يكون مظهر حضاري للعالم كله خاصة المجتمع الاسرائيلي. انا بتعرفي بسبب الظروف اللي مرت على بلدنا في مثل الاعلام للاسف حطنا بصوره غير لائقه، فنحن هون لبسنا الكنز البيضاء لانه نحن بنعمل كله، نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب وتدمير، نحن شعب مسالم بحب الحياه
ومنحب الفرح، ونحن من البلدان اللي مننافس بكل شيء بالثقافة وبالرياضة بالفن وبالسياسة. فهذا هو الهدف منه. والشيء الأهم إنه طول العلم اللي هو 50 متر حيكون على خلفية بيضاء عشان يكون مظهر وصورة حلوة أمام الكاميرا وأمام الجمهور الأسترالي كمان بنفس الوقت. تماما صافي، يعني عم تفضل. صافي، كمان كنا عم نشوف التحضيرات لرفع العلم السوري بملعب سيدني. خبرنا كيف كانت فكرته وقديش اشتغلتوا عليه. هو طوله 50 متر ما هيك؟ تمام، طوله 50 متر وزنه 22 كيلو. كيف اشتغلتوا عليه؟ قديش صاركم عم تشتغلوا على العلم؟ انا حب اول شيء وجه تحيه كثير كبيره وشكر خاص للاستاذ يحيى خلوف، لانه هو وعائلته واصدقائه هم اللي خيطوا هذا العلم بايدهم. هذا العلم نحن طلبنا، كنا عم نحاول انه نشوف اذا في علم نجيبه من فصله وكذا، بس بسبب الوقت والضيق الاستاذ يحيى خلوف هو تكفل بهالاصراعي. فبنوجه له كثير كثير تحيه كبيره، انه بسببه قدرنا الحمد لله نرفع ان شاء الله، حنقدر نرفع هذا العلم بملعب الاي ام زد بسيدني. هذا العلم طبعا نحن استلمناه من الاستاذ يحيى، وحاليا وقت ما شفتوا انتم على الفيديو هاي الصفحه كان شباب الاتحاد عم يلفوا العلم وعم يحضروه ليطلع من ملبورن مسافه 8 ساعات بالسياره لسيدني مشان نوصل هنيك، لانه 22 كيلو بتعرفي بالطياره كثير صعب ومكلف للغايه. فقررنا انه في شباب حيسوقوا فيه لسيدني هذا العلم من ملبورن لسيدني مسافه تقريبا 8 ساعات. هذا العلم طبعا اخذنا موافقه من الاتحاد الاسترالي بتعرفي بسبب حجمه الكثير الكبير، يعني كطول وكعرض وكوزن. نحن بس في ان شاء الله النسور قاسيون وقت ما بيكونوا عم يرددوا عم يغنوا النشيد العربي السوري، اول ما ببدايه الموسيقى هذا العلم حيبلش بظهوره، حيكون من اعلى الملعب الى الاخر بمنظر ان شاء الله. نحن ما لنا مصدقين امتى يصير هذا المنظر، مشان ما ننساه دائما وشان العالم تحكي وتقول انه عن الشعب السوري يلي هو تحت نحن تربينا وعشنا، وحنضل ان شاء الله تحت هذا العلم يلي هو راح من اجله مئات الالاف الشهداء مشان يضل هذا العلم مرفوع بيرصد في كل انحاء العالم مو بس في سوريا. اكيد منظر حيكون رائع كثير. يعني نحن نتمنى لكم اليوم كل التوفيق. كلياتنا ناطرين كيف رح تشجعوا، كلياتنا ايضا ناطرين هالمباراه. بدنا نتشكر الجهود يلي بذلتوها صافي، ولكل شخص يمكن بذل مجهود اليوم لحتى يكونوا المشجعين السوريين كثير مظهرهم حضاري وجميل وملفت للنظر. شكرا كثير لك صافي. فيني بدي شغله صغيره بس لو سمحتي، انا بس بدي اتشكر الجاليه السوريه عن جد بكل انحاء العالم مو بس حتى باستراليا، لانه عن جد 23 مليون منتخب نسور قاسيون جمعنا، رجع لنا الفرحه، رجع لنا الابتسامه، وحتى كمان كانوا ممثلين خير الممثلين خير السفراء لبلدنا. هاي الشيء الاول. والشيء الثاني، انا بدي اترحم على ارواح شهدائنا الابرار، لانه لولاهم صدقا ما كنا قدرنا نوصلنا لهون، وما كنا حتى كمان رجعت الفرحه لبلدنا، وحاليا عم ننافس على ورقه التاهل لكاس العالم. فالرحمه لارواح شهدائنا الابرار، شكر خاص للجيش العربي السوري، لانه نحن بسببهم اني عم بحاربوا، ومشان تخلي تضل الابتسامه ويضل يكون عندنا هويه وارض وكرامه ان شاء الله. شكرا كثير لك صافي عيوش رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع أستراليا، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله اليوم الفوز بيكون حليفنا والنجاح، وأيضا يرفرف العلم السوري بأهم المحافل، وأيضا يكون رمز للخير والسلام والفوز. عن جد شكرا لك صافي، يعني فعلا إن شاء الله يا رب، وتوقعاتي 1-0 إن شاء الله لنسوق إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شكرا صافي.